نقول لكم على هذه الحاله ديال الواد ملي كيحمل بزاف وكيدي كيتكرفص لينا على الفلاحه اللي قريبه للواد، والاخر عاوتاني ملي كيحمل السكينه اللي كاينه في هذيك الجهه ما كيصيبوش منين يدوزو، ما كاين لا قنطره لا والو، كيتكرفصو بزاف. اللي خصو الا كاينه شتا عاوتاني بزاف الا بغى يمشي للسوق ما غاديش يمشي، ما كاينش منين يدوز السوق، حيت السوق كاين في واحد الجهه اخرى، والقنطرات والو، السواقي ما كاينينش، كاينين شي مناطق الماء قليل والسواقي ما كاينينش، ما كاينش مناش نسقيو هذوك الجنانات. وقعت الرعده دات واحد الكاميون لتحت عاب بالفيضان ديال الواد، ودي هذا الشيء اللي كاين. كنعانيو من هذا الشيء ديال القنطره، راه ما كاينينش السواقي تا هما ما كاينينش. ايوا كنتمناو من جهه المسؤوله تشوف بعين الاعتبار لهاد القريه، راه هي معزوله. هاد الواد هذا راه هاد الواد هذا تيحمل بزاف، وكاينين شي بلايص اللي هما انهم مضطرين يمشيو للمدرسه ولكن ما عندهمش القنطرات، حيت حنا دابا هاد الواد هذا ملي تيوصل سميتو للفيلاج تيولي جوج، فهمتيني؟ كيولي جوج، كل منطقه تتبغي تجي تجيبوا الدراري للمدرسه ولكن ما كيلقاوش كيفاش. او المشكل عندنا حاليا، المشكل اللي مطروح هو المشكل كيحمل كاينين الناس اللي ما تيقراوش، كاينين القنطرات اللي تيعانيو، حنا مصايبين القنطرات، ولكن القنطرات عشوائيه ماشي انهم بالمعايير اللي تيدارو. كاينه ديك القنطره ماشي معايير، هذيك تصاوبات من 94 هذيك، وصايبوها الناس ديال المنطقه مساهمين فيها، هما اللي والناس اصحاب الحسنات هما اللي دايرينها، اما شي حاجه شي جهه لنا تدخل في ديك القنطره ما كايناش. واخويا هاد شي المصالح عندنا راه لا اله الا الله، هاد الواد بعدا ما كاين فيها لا قنطرات لا كيجي الحمله واحد الوقيته كتكون صعيبه، كاين شي قنطرات ولكن داك الشيء اسميتو داك الشيء رقيق شويه على حساب الماء، ما تيقدش على الماء. تيجي هاد الواد قاصحه ما كاينش القنطرات، تنطلبوا المسؤولين يعاوني شويه هاد المنطقه، طرقوان ما كاينينش، القنطره ما كاينش، قاصح الدراري ما تيقراوش، تيحسوهم تيكون شتا تيحسوهم الواد، الواد تيجي مع اللي تيخلعوا البشر اللي ساكن حدا الواد تيهربوا. تنطلبوا المسؤولين يعاون ليا في هذه المنطقه ديال حنصله، يدور شي براج ولا يستافد بنادم يدير الجنان يدير الخضراي، هذاك الشيء اللي تنطلبوا. الواد تيجي من الجبل بزاف قاصح فوق بوحزام، تنطلبوا ندير شي البراج باش ما يجيش الواد بزاف يحبسوهم. تا يجي تيدير بحالات و تيدير الشجر و تيدير، وما عندناش السوق مزيانين، ما عندناش من قبلنا راه بقينا بلا راه الله ينصر سيدنا، ولكن راه ما عندناش من قبلنا. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيه ليصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.